اجت اللحظة شباب اللي قلت لكم اياها بديج الحلقة. قلت لكم بديج الحلقة شباب راح اراويكم شنو موجود بهذا المكان. والله شباب يعني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شلونكم شباب؟ شو اخباركم؟ وياكم احمد اي ار. اليوم راح نلعب لعبة ماين كرافت بسيرفر دايموند كرافت. شباب هاي البوسة بالبداية لكم، ليش؟ لان وصلنا اخر حلقة اكثر من 60,000 لايك، ووصلنا همين اكثر من 8,000 تعليق. شكرا على تعليقاتكم، قرأت اغلبها. صح اني ما احط هواية قلوب، بس انا اقراهن الاغلبيه، كان رهيبه وانا قاعد اقرا التعليقات. شكرا على تفاعلكم الجميل. هذا مين الجهاز؟ احتاج شباب اشرب حليب، مو يمكن اذا اشرب حليب يروح من عندي. اوكي شباب عدلت هواي اشياء على مو هواي اشياء، بعض الاشياء عدلتها هسه راح اراويكم عليها، بس احتاج الى شويه من الحليب. يا بقره صبي لبن، صبي لبن، اعطيني حليب. بالله الحمد لله شباب، الحمد لله الحمد لله راحت من عندي. اجت اللحظه شباب اللي قلت لكم اياها بديج الحلقه. قلت لكم بديج الحلقه شباب راح اراويكم شنو موجود بهذا المكان. والله شباب يعني كنا اشتحت شباب. هنا أنا موجود القبر، او مو قبر، انما الجلد مال حصاني القديم والصدر مالته. مو جاي اصور، اسكت. نحتاج الى شويه صوف حتى نسوي لنا قبر له. عندي صوف اني؟ كل ما عندي صوف. خلينا نوصل هاي الحلقة، ما اقول لكم ايش قد انتو، كل واحد يحط لايك. خلينا نشوف اليوم نكسر حاجز 60,000، نقول نقدر نكسرها. حط لايك. هلا بالخروف. وانا عندي شو اسمه، حنو حلو حنو شنو حلو حلو حلو. نحتاج نصعد لي فوق شباب. المشكلة ما عندي ديرت، فراح ايش راح اسوي؟ هذا صوف، جيبه جيبه. والله شباب هذا الخروف بعدين استفاد منك. راح اخذ هذا الصوف. نجي هنا نصنع لنا ستيكات، تمام. نجيب ستيكات نحطها هنا ونحطها هنا، راح تطلع لنا لوحه. احمد صاير نوب ماينكرافت. شباب نحتاج جلد، نحتاج جلد على مود اسوي لي هاي الفريم، ما ادري شو يسموه، ايتم فريم. ايتم فريم بعد الجلد. يا نوب يا نوب يا نوب يا نوب. شباب لا تكتبون بالتعليقات يا نوب، رجاء شباب لا حد يكتب ايتم فريم. حانت لحظة الوداع شباب. هنا افضل مكان هنا، تمام. نحفر لنا بلوك شباب. المفروض ما تشوفون انتو هاي الفضايح، اطلع برا. اجت اللحظة شباب، اجت اللحظة. ارقد بسلام، ارقد بسلام يا حصاني، ارقد بسلام. نشوفك نشوفك على خير. هسه شباب ضبط، نحط هذا هنا ونقول First horse. ارقد بسلام. اليوم شباب راح نشتغل على فد شيء جديد، مثل ما شفتوا بالعنوان بئر الامنيات. اوكي بئر الامنيات. هسه تقول احمد شنو بئر الامنيات؟ اوكي انا راح اقول لك شنو بئر الامنيات، تمام. بس اول شيء خلينا ننام. راح اسوي شباب بئر، حلو. هذا البئر يجون الناس يذبون به شغله، او يعني شلون اقول لكم، يصيدون بالصناره مالتي. هسه راح اشرح لكم، تمام. بس اول شيء خليني اراويكم شنو سويت اني بمنطقتي. انا يوميا قاعد ادخل للسيرفر واشتغل شغل خرافي. والله شباب قاعد اتعب بشكل مو طبيعي، بشكل مو طبيعي. طبعا هذا مو اكو هنا طريق، اكو طريق ثاني شباب سويت. دقيقه شوفوا شوف، مو هذا الشارع يوديني من هنا. هذا الشارع اكو نفس المفروض، يعني هذا المفروض هذا مربوط بهذا، تمام.
مربوطات اثنينهن، وهذا من هنا راح يكون طريق. فهذا هنا راح احط احتمال شجره، هنا راح اشجر او احتمال اسوي البئر مالتي وبهذا المكان. ما اعرف يجوز اسويناه. خلينا نتقدم شباب لقدام. شوفوا شباب، بديت اشتغل خلف المنزل. شوفوا هنا، شوفوا. اوكي بسم الله، ركزوا شباب، ركزوا ركزوا. اقول لكم خليني اشغل الشادر اقدر اراويكم. اوكي خليني اشغل الشادر. شوفوا شباب العالم شلون صار بالشادر. شوفوا شباب هنا تتقدم، هنا حاط هاي الاضاءة، هنا حطيت شارع وكابلستون. طبعا هذا الخشب هذا كله استخدمته. اوكي شو اسمه بنر. هسه يلا عرفت هذا من جانب بداية الفيديو. يب هنا اكو شارع، هنا سويت شباب قعدة رهيبة. شوفوا شباب القعدة، اقعد هنا اوكي يمي القصر. يعني اتخيل اطلع من القصر واني تعبان مثلا الصبح، اذا ارتاح اتمشى هنا، اجي اعبر الجسر، اقعد هنا يمي القصر، اشوف هنا السباون، هنا الجسر، هنا. يعني تخيلوا شباب هسه ماكو شمس فوق، لو تلاحظون دقيقه وين الشمس، هاي الشمس فوق شباب. الشمس ما اريدها على وجهي، اقعد هنا جوا ماكو شمس. الله الله. اوكي مثلا عجبني الصبح اسبح، طبعا خليت هنا عجبني اسبح شباب، اجي من هنا اقمز وي. طبعا هذا مو اسبح كبير بس هيك حتى. والله شباب تدرون شنو افكر انه اخلي هنا مثل المكان القعده، عرفت يعني انزلها شوي شوي، انزل شوي شوي. لا مو من هنا، لا المفروض تتكسر. اي انزلها شوي 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 شوي، تمام. شوف شباب اقعد هنا، ها احلى قعده من الصبح. طبعا ما يصير لابس دروع، احلى قعده شباب من الصبح وبهذا المكان. والله شباب شيء خرافي، شنو رايكم بهذا المكان؟ طبعا حطيت هنا ورود، حطيت اضاءه، حطيت. شباب كتبوا التعليقات اذا تردون اسوي لي شادر، يعني اصور بالحلقه شادر. هاي شو راح تطفي الكاميرا دقيقه شباب انتظروني. شنو رايكم شباب بهذا المكان الصغير اللي خليته يم البيت؟ وطبعا اكو هنا مثل الجسر، او مو جسر او درج، انا ما شو سالفتي. اكو الجسر اسميه درج والدرج اسميه جسر. شباب عقلي بدا يتخرب. حطيت هنا نفس الاشياء اللي سويته هنا يعني بذاك المكان. صراحه المنظر جميل، وكم كملت الشارع كملته لهنا بس، وهنا هم كملت منه شويه. ما ادري هنا هل راح اسوي نزله او راح اعدله، ما اعرف شنو اسوي الصراحه، ما اعرف ليه هنا هم اريد اكمله. هنا شباب وصلنا الى اماكن الحصنه. بس يا احمد الحصنه ليش كلهم هنا؟ قعدت شباب انا وبيتر شفناه، هو اكثر حصان سريع من هذول، وطلعوا مولا واحد سريع خارق يعني بشكل مو طبيعي. بيتر عنده حصان بعد اسرع من الحصان اللي عندي، يعني اسرع حصان عندي بسرعه خرافيه هذا بيتر عنده اسرع من عنده. يعني تخيلوا شنو اكو من احصنه رهيبه بماينكرافت. رجعنا الى ماينكرافت العاديه. اوكي مثل ما شفتوا شباب بالعنوان البئر الامنيات، والله شباب ببالي اسويها من قبل اسبوع بس ما سويتها. ليش؟ لان كان ببالي اراويكم القصر، اروح اجمع موارد، ابني هذا المكان، فاجا الوقت هذا. هسه احمد شلون راح اسوي؟ بس شباب احتاج الى جرافل. الجرافل انا شوي صرفت منه هوايه. احتمال راح اروح اخذ من بيت، خلينا نشوف بيت كركي عنده جرافل. والله شباب اذا بيت كركي، طبعا بيت كركي اللي ما شايفه بيت صغير وني مثل ماتي، قصر رهيب. حتى بيت مصطفى صغير وني، كل البيوت الشباب صغار، بس انا قلت لا. اي اوكي اريد جرافل. وين موارد كركي؟ فوق؟ لا موارد كركي جوا صح؟ اوكي اوه رتب صناديقي. هنا حاط اللذا الليد. كركي دائما اول ما ينزل هنا الموارد. شوف شباب توقعت بس يمكن ما عنده جرافل. كركي اريد جرافل. خل اشوف شباب بيتر مستحيل ما يخلو من الجرافل، مستحيل. ليش حيواناتك كلهم داخل البيت؟ شوف الكلاب اللي عندي. هذا حصان السريع شباب، شوف السرعه مالته. سريع بمراحل. اريد جرافل.
الجرافل وين حاط بيتر الجرافل؟ واخيرا لقيت الجرافل، الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. فكرت انه راح اسوي البئر بهذا المكان، تمام؟ بهذا المكان، او احتمال اسويه بهذا المكان. والله شباب ما ادري، محتار، يمكن راح اسويه هنا بهذا المكان. لا لا لا، قررت شباب راح اسويه بهذا المكان هنا. البئر شباب راح يكون بئر بسيط، يعني ما يحتاج موارد هواي، فقط نجيب ثلاثة ونحط فوقها ثلاثة بس. لا 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 لا، لا اتوقع ما نحتاج، نحتاج بس ثلاثة، نحتاج شباب بس طبقة واحدة، ما نحتاج اكثر من طبقة يعني، عرفتوا؟ شباب نحول هسه هذا، نحتاج الى سلاب، اوكي؟ نحط السلاب شباب هنا، صار عندنا مثل البئر، تمام. هسه لازم شباب نروح نجيب لنا ماي، اوكي؟ نجيب لنا ماي، تمام؟ اوكي، هسه شباب صار عندنا بئر، بس لازم ننزل شباب مثلا هيك لهنا 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 لهنا، ننزل 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 هنا، لازم ننزل، تمام. نكسر هاي. هسه تقول لي احمد هذا هو البئر؟ لا لا شباب صدق جذبت هاي البنايات كلها واسوي لي هيك بنايه تعبانه؟ لا شباب مو هيك البنايه، بنايتي راح تكون احلى ب100 مره، راح يخلص شحن البطاريه، خلينا نبدل البطاريه ونرجع لكم. نحتاج شباب الى فنسات، الفنسات شلون تنصنع الفنسات؟ شو تصنع فنسات؟ ها ذكرت ذكرت شباب، شباب عقلي حاليا بدا يتخربط. شباب عندي مشروع، انت تدرون هذا المشروع، وعندي بعد مشروع ثاني اقوى من هذا بمراحل، بس كن ما انسى، راح شباب حاول انه ما انسى، راح اخذنا بعقل اليمين وهاي الفكره بعقل اليسار، اوكي؟ حتى ما انسى، تمام؟ راح نسوي هسه، راح نجي نسوي هيجي، اوكي؟ نحتاج الاستيكات، ونحط الاستيكات هنا، ونحط الفنسات هنا، وصار عندي شباب بالضبط بالضبط بالضبط. نحتاج واحدة لو اثنين، اتوقع نحتاج اثنين، يب نحتاج اثنين. اسقى احمد اوكي، اسقى احمد ايش راح اسوي، ايش يسمونه، ايش راح اسوي فوق؟ هسه انا راح اقول لكم ايش راح اسوي فوق. نحتاج بعد سلابات، نحط السلاب هنا. نحتاج شباب الى الخشب هذا العادي، تمام؟ نحطه اوكي. احتراف احتراف 1500، الشباب اللي يطيح هنا يقدر يصعد، صح؟ اي حلو، اللي يطيح هنا يقدر يصعد. نحتاج نسوينا الى درج، اوكي؟ نحتاج نسوينا الى دروجه، دروجه فد 8 بس، تمام؟ 1 2 3 4 5، ونحتاج بعد هنا نسوي 1 2 3 4، اوكي؟ نسوي هيك شيء. الله، كملنا شباب البئر مالتنا. هسه اللي يشوفه يقول هذا بئر، بس راح انطي لمسه اخيره راح تعطي جماليه، والحمد لله عندي هاي البلوكه او هاي الشغله اللي بدي احطها اللي هي هاي. شوف شباب احطها هنا بالنص. الله 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 الله. بس شباب تدرون شنو احسه؟ ما يبين من بعيد، فراح اشيل هاي الطبقه، حلو، وراح اشيل هاي الطبقه، تمام، وعد واشيل شويه من هاي الطبقه حتى يبين انه هو شويه مرتب اكثر. بس شو اسوي؟ اسوي هيك تك 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 تك، اوكي. بس الشباب شكله لو تلاحظونه مبين بئر، هذا البئر مال امنيات، اوكي؟ خليني احكي لكم هسه اللي الناس اللي راح يسوونه. انا هسه شخص، حلو، اجي قاعد اتمشى بالسيرفر، هي هي هي، اوكي. اجيت باوعت هنا، لقيت اكو بئر، اجي مثلا القى لوحه هنا مكتوبه، واكو نحط الايتم فريم مثلا، راح احطه هنا، تمام، وراح احط بيها الصناره مالتي، تمام. وهاي الصناره طبعا ايش راح اكتب هنا جوا؟ اكتب تقدر تاخذ هاي الصناره، حلو، وتسوي يعني تستخدمها 10 مرات، اوكي، 10 مرات بدايموند وحده. وبهاي العشر مرات مثلا، هاي اول مره، وبهاي العشر مرات ايش يطلع لك؟ اخذ لك اللي عجبك اخذه، اللي ما يعجبك انا راح شوف شباب
بسرعه اول ما طلع لي شباب طلعت لي هاي نايتلوس شيل. خل اسوي صندوق وراح اجرب العشر مرات اللي راح تطلع لي تمام. هذا الصندوق راح احطه هنا أنا. اوكي اول شغله شباب طلعت لي هاي راح اجرب المره الثانيه. تلاحظون الصناره شباب تطويراتها لوك اوف ذا سي 3 يعني حظك خرافي ولور 2 يعني بسرعه يطلع الصناره يعني الصيد مالتي بسرعه يطلع. خليني نجربها هسه هاي اول مره جربناها نجرب المره الثانيه. هاي المره الثانيه اوه بوفر فيش والله نايس. بوفر فيش ترى ما تحصل اوقات يعني ما تحصل بوفر فيش هوايه. تدرون شباب اجت لي تطويرات مندينج اللي متابع ذيك الحلقه شباب شكرا على تفاعلكم بيها. طلعت لي شباب مندينج تخيلوا انت تجي هنا تذب لك دايموند 10 محاولات احتمال يطلع لك مندينج. ايش طلع لي؟ سمكه. يطلع لك احتمال نيم تاج تاخذ النيم تاج من هنا وتروح تبيعها بتسعه دايموند. تخيل ذب دايموند بس تجيك تسعه دايموند. تشوفون الذكاء بتشي كلش حلو. اوكي خليني نجرب. اوكي المره باور 3 داي تشوفون شباب الحظ اللي قاعد يطلع. ترى باور 3 يعني شيء جيد. هاي اربع محاولات وانا توني بادي يعني اربعه بعد لي سته وطلعت لي باور 3. فاحتمال شخص يطلع له مندنج احتمال يطلع له تطويره احتمال يطلع له سيف بيكاكس اكس واشياء عرفتوا؟ المرة الخامسة. شباب السدل هسه اذا اريد ابيعه بالسيرفر ما يقل عن الدايمونتين الثلاثة. تخيل اني طلعت هسه طلعت فلوسي يعني لو دافع دايموند هسه طلعت فلوسي تخيلوا. اوكي المرة السادسة بعد لي خمسة توني سويت خمسة بعد خمسة. المرة السادسة سمك عادي جدا عادي يعني فلوسي مطلعها اصلا. والله شباب فكره رهيبه. شنو رايكم ايش قد تقيمون هاي الفكره وايش قد تقيمون هذاك المكان اللي رويتكم اياه؟ وبعد راح اشتغل اكثر واكثر. اوكي ايش طلع لي؟ سمكه. المره 3 4 5 6 7 بعد 3 قاعد اشتغل شباب وراح اسوي لي احتمال الحلقه الجايه راح يكون محل او اذا اعطيتوني فكره رهيبه. هذا اعتبر مثل المحل او لعبه يعني عرفتوا؟ اوكي سمكه. بعد لي محاوله وحده اخيره محاوله وحده اخيره نشوف هل هو حظ جميل. صراحه هو جميل يعني 10 محاولات طلعت لي بو وطلع لي شو يسمونه صدل. محاولاتي رهيبه خلينا نشوف بس ممكن يطلع لي نيم تاج. اذا طلع لي نيم تاج شباب الحظ اسطوري. والله يمكن يطلع نيم تاج احتمال يطلع لي صناره نفس هاي عرفتوا؟ اوكي ايش طلع؟ بوفر فيش. حلو هذني العشر شغلات اول عشر شغلات سويتها طلعت لي هاي. فانا شباب شو راح اسوي؟ راح احطها هنا بهذا المكان وراح اسوي لوحه تمام وراح اكتب بيها طريقه اللعب وهذه الاشياء. يعني راح اكتب هنا لوحه وهنا لوحه وهنا لوحه تمام. واللي يحط الدايموند يحط لي الدايموند هنا بهالمكان وانا اجي يوميا مثلا كم واحد لاعب هاي اللعبه اليوم. ايوه يعني لو موجوده هاي الشغله بالسيرفر عادي مثلا اجي ادفع دايموند عادي ويطلع لي شغلات بسعرهن اغلى من الدايموند عرفتوا؟ المهم شباب ان شاء الله عجبتكم. لا تحرقني لا تحرقني خلي اضربك بالبو الباور في بم. ان شاء الله عجبتكم شباب هاي الحلقه. حطوا لايك واشتركوا بالقناه اذا انت اول مره تشوف القناه ونشوفكم بفيديو جاي ان شاء الله. مع السلامه باي باي.